السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. أول حاجة بنهنئ كل الطلبة اللي نجحوا، ألف 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 مبروك. إزاي تعرف النسبة المئوية من نسبة المجموعة؟ يعني أنت جايب كام في المية؟ مش شرط المجموعة كله، ممكن نعرف للمادة. مش شرط تكون طالب، لو أنت موظف مثلا، إزاي تعرف مصروفك بالنسبة لراتبك؟ بنسبة كام في المية؟ طبعا احنا هنا في مصر اول ما بنيجي بالقبض ان شاء الله تلاقي الزوجة مستنياك تاخد الفلوس، وياك تكون مسمسر حاجة او مخنصر حاجة، واه لو طلبت بقى مصروف نجيب الورقة والقلم ونحسب وادفع يا معلم وبتمشي. طبعا قانون النسبة يا باشمهندسين بيقول ايه؟ بيقول مجموع درجاتك على المجموع الكلي في مية، مجموع الدرجات اللي انت جبتها على المجموع الكلي في 100. يعني مثلا لو فرضا انت مجموعك 250 وكان مجموع الدرجات الكلي 410، يبقى هنقول 250 على 410 60.98%. فرضا انت جايب في مادة الرياضيات 21 من 60، يبقى انت كده جايب كام في المية؟ بنقول تسمين 21 على 60% يطلع 35%. طب لو انت موظف راتبك 2000 جنيه مثلا، خدت الفلوس ورحت البيت لقيت زوجتك مستنياك رفضتك، قلت لها هات لي مصروف الشهر، قامت مدالك 150 جنيه. طب هي ادتك كام في المية؟ يبقى هنقول 150 على الراتب الكلي اللي هو 2000 جنيه، طلعت مداك يا معلم 7.5%. وهو هتطلب حاجة تانية. نتمنى إن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.